قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال يا عطاء: إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قول مالك. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح المدني: فشهق رجلا من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في مكانه. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجناني، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنات العليا كما ترياني. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فذلك موجود